أنا سلاح دار سليم آغا، ومعي رسالة من الوزير الأعظم بيري محمد باشا للأمير سليمان. لقد توفي سلطاننا سليم خان في ليلة 22 من أيلول بعد صلاة العشاء، وسلك طريقه إلى دار الحق ليعيش في جنات الخلد إن شاء الله، وعلى الأمير سليمان أن يستلم زمام الأمور ويكمل الطريق بعده. السلطان المبجل سليمان خان، سلالة علي عثمان، كل الملك العثماني بأمرك. ألكساندرا، فاستافاي باكوشي. ألكساندرا، فاستافاي. سكولا بني، نيا، سفرشيلا، فاستافاي. ماريا، ألكساندرا، يلا على الأكل. هي الشوربة العثمانية الوسخة لا تشربوا منها. لك أنا بموت من الجوع ولا بحطها بتنمي.
وطي صوتك ألكساندرا. تعي لهون قومي، رح تشربي منها غصب عنك. لك اتركني، قيمي ايدك الوسخة عني وإلا بموتك. ها ما سمعت شو رح تساوي قلتيلي؟ قلتلك رح موتك يا وسخ. ألكساندرا تفي. قلتلك رح موتك. لك عم تتجرأ وتضربني يا وسخ؟ بعد عني، قلتلك بعد. ربطها وحتى مي لا تعطيها. بترجاك نعمل شو ما بدك. لا تترجي، لا تترجي حدا، انا بدي موت، خليهم يرموني بالبحر. لا تحلمي تموتي، انت هلا جاريه للسلطان، رح توصلي على القصر غصب عنك، واذا بده هو بموتك. خليك ان شاء الله يموت هذا السلطان وبينهد القصر فورا. رجعي محلك انت وتختفي الصندوق كله. ست الكل، لا تنسيني من دعواتك ولا تحرميني من رضاك. الله يوفقنا لنورجي العالم قوة العثمانيين وعدالتهم. بدعي لالله يعزك ويطول بعمر تاجك وعمرك. أنا رضياني عليك، إن شاء الله ربي تعالى بيوفقك. جهزت لك العباية، جيبوا عباية السلطان. خديجة، يا غالية، أنا سليمان أبي السلطان يأوس سليم خان وأم السلطانة حفصة عائشة. ولدت بقصر ترابزون، أتيت بالفرح لعائلتي وأتيت بالبركة والسلام لأهلي، ولكن أتيت بالحسرة لإخوتي أورهان وموسى وكوركوت. ماتوا بهجوم ظالم علينا وعشت طفولتي كلها بحسرة. أنا سليمان الذي أخذ دروسا من أساتذة الروم وكان عمري 6 سنوات فقط. أحب الجبال والنجوم والقمم العالية وتغوين الأرقام. بحثت عن العلم في اسطنبول وعمري 10 سنوات. أنا القارئ النهم الذي يسأل كثيرا والذي لا يقنع بأي جواب. أنا الذي يحفظ السر طوال العمر. تعلمت صنع المجوهرات لأتعلم الصبر. أنا الذي رأيت النور بالمعدن والحجر. أصبحت أميز بسرعة بين اللمعة الحقيقية واللمعة الزائفة من أول نظرة. أنا سليمان الذي لا ينسى الشيء الذي تعلمه. أنا سليمان أصبحت ولي العهد بعمر 16 عاماً وكان بيدي حكم مانيسا، واليوم سأمشي لأتولى حكم الميراث الشريف لوالد السلطان سليم خان. أنا الذي يبحث عن العدالة بكل خطوة يمشيها بحياته. أنا السلطان العاشر للإمبراطورية العثمانية. الحمد لله أن السلطان سليمان وصل بخير وسلامة. لو صار له شيء شو كان صار فينا يا بيري باشا؟ الله لا يقدر، ما فيني اتخيل هيك شيء. ما كان صار شيء يا باشا. ما بتعرفوا انه السلطان سليم عنده ولد تاني؟ ولا لتكونوا نسيتوه؟ بس هو ممنوع انه يقرب من عرش السلطنة، ولهلا عايش منفي بالولايات الشرقية. هالحكي لبوقته لبمكانه يا جعفر آغا. نسيان شو قال سيدنا يونس؟ في كلام بينهي حرب وفي كلام بيطير الروس. السلطان المبجل سليمان خان. مفتي السلطنة أدهم علي أفندي.
الوزير الأول محمد بيري باشا. الوزير السامي فرحات باشا. الوزير الثالث أحمد باشا. الأميرال جعفر آغا. علامة بلاد الروم علي أفندي. قداسة البابا، هذا تقرير عن العثمانيين وفيه خبر مهم جدا. السلطان سليم سلطان السلطنة العثمانية توفي اليوم، وتولى العرش السلطان سليمان ولي عهده. هو سلطان شاب، أبوه بزمانه ربح حروب كتير كبيرة، وكان حكمه قاسي وكتير دموي، وكان هو السلطان الأقوى بالعالم الإسلامي كله. مات خليفتهم، خليفة الإسلام أخذوا الموت، يعني مات سلطانه، وأخيرا خلصت منه لهالسفاح الدم. Lolo Dober, Oges Colleges Potebe. La Toge, Saskotchelas. Bido Jab Jab, Bino Diska Fino Safki. Toyo Dozo Rasht, Lashto Rest Fino Bright. Vasht Otet Stes Krishine. Shh, Mama Smotri. Oveki Veko, Wa Imia Otsa Isina, Savik Yuk Tago Duha. Amen. وليه؟ من المجرمين؟ عم تحكي عنا؟ والله إذا بسمع كلمة تانية رح كسر لك راسي. مو أنتو، مو قصده، مو العثمانيين، التتار هن المجرمين. اعتذري يا ألكساندرا، لا تعندي حاجة تعملينا مشاكل بقى. ألكساندرا، إذا ما اعتذرتي منهم رح يساولنا مشكلة إلنا كلياتنا. شو بده يصير أكتر من يلي ساووه؟ ما بقى يصير أكتر من يلي صار. قتلوا ماما وبابا وكل إخواتي وكمان ليو، قتلوا لي كل الناس يلي بحبهم، وفوق هيك باعوني جارية لقصر الكرم
وما اكتفوا بهالشي وردوا باعوني جارية لقصر السلطان العثماني. لك شو بدكن مني؟ خلصوني من هالحياة، موتوني مشان الله، ما بقي لي حدا بهالدنيا. مكتر الدبس ومقلل القطر هيك ما بصير، هذا ما بيتقدم للسلطان. شيله من وشي، شيله، جيب حلاوة اللقطين بسرعة بسرعة. إن الله مع الصابرين. معلم شكري، وين صواني الحلويات؟ إذا ما بتحسن تساويهم نطلبهم من المطبخ الكبير طول الوقت، وإنت عم بتقلي إنه أنتو المطبخ الرئيسي بالقصر وإنك بدك تساوي أكلات السلطان بإيدك، ما هيك؟ بس الظاهر إنه هالشغلة مو شغلتك. والله وبالله خليك تسبح مو بس بالدبس، بالخل كمان. بتكون تجننوني أنتو، لك شبكون؟ كلهم جاهزين سنبل آغا، كلهم جاهزين. بعد هيك بعد هيك وترتوني العمى بعيونكم العمى. يلا تحركوا بسرعة، ما بدي أشوف حدا بلا شغل. بكفيها هيك في كل ايديها، خليها تقوم تغسل وشها، مو معقول نفوت على القصر وهي بهالحالة. شو وصلنا؟ اخيرا وصلنا على جهنم تبع العثمانيين. شايف يا إبراهيم، شوي شوي عم نقرب من أحلامنا. بعد الحروب والدم والعذاب أخيراً وصلنا لهون وعم نحتفل. واللي جاي رح يكون أكبر وأعظم يا جناب السلطان، ورح تصير إمبراطور أشهر وأهم من الإسكندر يلي كنت عم تحلم فيه، يعني رح تكون إسكندر زمانك. هذا هو الحلم اللي تمنيناه. رح نشوف القدر شو مخبيلنا. تعوا شوفوا، ليكو جابوا بنات جداد، بس شكلهم كتير مبهدلين. ما هيك؟ صفوا منيح، شدوا حالكن، جدي ارفعوا روسكن لفوق وقفوا منيح. هدول بأحسن الأحوال ممكن يقبلوهن خدامها. ولا حركة إلا ما بدي اسمع أي صوت أبدا. يا بنات لا تخلوني اطلعها، يلا على غرفكن. مع مين عم بحكي؟ على غرفكن، أحسن ما أصل سانك أنت وياها. طلعي، هاي مو جهنم مثل ما قلتي. طولي بالك، لسه ما شفنا شي من شرن. خدوا اللي اخترناهن على الحمام وخلي الحكيمة تعينهم كلهم. الباقي نزلهم لتحت وبكرة الصبح منشوفهم. شيل ايدك عني، عم قلك شيل ايدك عني. شو ما عم تفهم؟ سيدي الله يلعنكم انتو واصركم وسلطانكم. اتركوني. شو عم بيصير تحت؟ ومين قليلة الأدب يلي عم تصرخ هيك؟ الموت احسن لي. هدول البنات اجوا هدية للسلطان من الكير. انا ما بدي اعيش هون، اتركوني. حاجة تعيشي، جيبولي اياها وانا بعرف بحاسبها. كأنك شارد كتير بنجوم يا إبراهيم، خبرني لشوف شو هم بيقولوا لك. الوزير الأعظم باري باشا بده يشوفك يا مولاي السلطان. خليه يفوت. حسب القانون القديم
جيت لحتى رجع لكم الختم الرسمي يا مولاي السلطان. أنا بدي إياك تضلك أنت الوزير الأول يا بيري باشا. أنت خدمت السلطان ياوس سليم بأمان سنين طويلة، وهالدولة ما بتستغني عن أمثالك. بتمنى منك يا بيري باشا أنك تضلك عم تخدم هاي الدولة. تمنياتكن أمر بالنسبة لإلي، والله يطول عمرك. كمان في شغلة تانية بيري باشا، شاهنجي إبراهيم البرقلي أكيد بتعرفه، أنا عينته المسؤول الأول عن جناحي. وليعلم الجميع وينك يا فريال؟ عائشة، تعوا معي تفقدوا الغرفة الخاصة مرة تانية، بدي كل شي يكون تمام ماشي؟ يي شو محظوظة، رح تشوفي غرفة السلطان. يا ريت لو فيني اجي معكن. يلا لشوف، تحركي انت وياها يا لطيف. شو بتقروا؟ عائشة شو عم تستني؟ يلا يا فريال، يلا يلا تحركوا بسرعة انت وياها. نيكريتشي زاسكنيس اسباكورسيا. مينيا سيكلومبري فيزلي فياتة أوسمانسكي آت سباسيتي بامجيتي فيدنا شتوفي سيلنا يا بغاتة يا جنشنا سكاجيتي آتا مشتوفي أستافي لمينيا أتو أوبيوت بيا. انت ملك السلطان سليمان، هلأ هو يلي بيقرر موتك أو حياتك. إياه خدوها. بس أنا معني ملك لحدا بالدنيا، ومستحيل كون جارية. اتركوني، لك اتركوني، شيلوا إيدكن عني. لا تواخذيني مولاتي، أنا بوعدك ربيها لهالبنت. إذا تمردت أو حاولت تكبر راسها عاقبيها وما تقصري معها. انت خليكي، شو اسمك؟ عائشة مولاي. تمك لشوف فكية. افتحي عيونك، افتحي تمك، ايه افتحي منيح فكي.
تعالي عندي. بعدي عني وإلا بيت لك. ها نحن ما لنا حيوانات. بعدي عدي منيح. عدي عامل لك بعدي حسين. عني عدي لشوف. عدي لشوف. أنا اللي بيت لك. عدي رح تندمي. عدي كني بقى كني. إيمي إيدك. شو اسم هالبنت هاي؟ إيمي عدي. ألكساندرا. سكتي. هي من روسيا. حملتني حملة تقيلة يا أبي، خايف كون ظالم ولطخ إيدي بالدم، خايف من قوة وسلطة الحكمة تخليني أنسى ضميري وأخلاقي وإنسانيتي. خلي روحك قريبة مني يا رب، ساعدني وقف جنبي يا الله. ولدت بمانوليس من أب رومي. أمي صوفيا الفندكية خطفوني من بارقة وعمري 10 سنين وصار اسمي إبراهيم. نسيت شو كان اسمي قبل، نسيت كيف بينلفظ وشو معناه. النسيان نعمة، وإلا بيضل القلب بيتعذب وروحك بتحن للأرض يلي مشيت عليها أول مرة بحياتك. تركتك حتى تستريح وتوقعت تكون نمت. إذا ما شميت هوا البوسفور ما بقدر نام. أنت متضايق من شي؟ إذا في شي مضايقك قلي. وشو ممكن يضايقني؟ أنت منحتني اليوم شرف كبير ما كنت أحلم فيه، وإن شاء الله أكون عن بس أنا في طلب بدي أطلبه منك. أنت بتأمر يا مولاي. صار الوقت لحتى يصير عندك عيلة يا إبراهيم، ولا نسيان حالك. بس أنا عندي عيلة. كيف يعني عندك عيلة وأنا ما بعرفهم؟ أنت قبل شوي قلت أني أنا مثل أخوك، ولا سحبت كلامك؟ لو فيني اختار أخ أكيد ما بختار غيرك. يلا يا بنات تحركوا بسرعة بلا كسل. يلا بسرعة، أسرع 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 من هيك. يلا يلا شلحوا من رجليكم هون برا. يلا كلكم فوتوا لجوا، تحركوا بسرعة. شو بدكم عزيمة؟ اسمعوني منيح، هلا بتلبسوا تيابكم وبتناموا، وبكرة رح يعطوكم تياب جديدة. فهمتوا شو عم قول؟ يلا يلا. انت يا ألكساندرا شو ما بتفهمي يعني؟ كسر لك ايديك ياه. شيل يوم من على الارض. طلعوا فيني وفهموا منيح. انا ما رح اتساهل مع اي وحدة منكن. هذا القصر قصر توب جابي، قصر السلطنة العثمانية، وكلياتكن هلأ ملك للسلطان سليمان المعظم. والست يلي حكت معك روسي هي أمه للسلطان، أمه لسلطاننا كلنا.
وهي من وين بتعرف لغتنا؟ هي بنت كيرم خان وكيراي خان، ما اجت مثلكن جاري على القصر، اجت سلطانه محترمه. يلا الكل على النوم، يلا تعي معي. نحن كلياتنا اجينا لهون جواري، بس انتي اذا بتحطي عقلك براسك ما رح تضلي جاري، بتعملي منيح وبتسكري تمك وبتعقلي. كل البنات يلي شايفتيهم عم يتجهزوا للسلطان، بس اذا بيختارك وبتقدري انك تساعديه، واذا بيصير عندك ولد منه بتصيري انتي السلطانة، وقتها بتحكمي العالم. يلا شو قالت لك ألكساندرا؟ ما قالت أي شيء. يلا خلينا ننام. كأنه جروحكم كلها شفيت، بتمنى يكون معكم. أنا مو قدراني أتحملهم، هدول الناس اللي هون سيئين كتير، خدوني معكم. ما فيك تجي معنا ألكساندرا، أنتي لازم تبقي هون مشان تنتقمي لنا. أنتي لازم تعيشي وتقوي أكتر، في شغلات لازم تساويها، وكل ما بتقوي أكتر نحن رح نرتاح أكتر. ليو وين راح؟ ليش ما اجى معكم؟ ليو مو موجود، من وقت طويل ما شفناه، ضايع. انا خسرتكم كلكم، لا تتركوني لحالي، ما فيني اتحمل. لا بتقدري، بنتي قويه كتير، نزف الدم لازم يوقف، وعيسى المسيح رح يحميكي. أليكس، ألكساندرا فيقي، أنت عم تحلم. اهدي يسوع المسيح. إجا لي ساعدني، أنا متأكدة. أنا إبراهيم اللي أخذوه من بارقة وعمره 10 سنين. معقولة أقدر أرجع؟ بس لوين بدي أرجع؟ على أي مكان بالضبط؟ ليش بيقدر الإنسان يرجع لورا؟ ولا هو متعود يمشي على طول لقدام؟
يا ترى المكان اللي جيت منه لساعته موجود؟ إذا شفته يا إبراهيم تعرفه؟ ممكن يكون قلبك دليلك. يا ترى معقول تقدر تتذكر الطريق اللي مريت فيه وترجع عليه مثل أبطال الحكايات لتلاقي بيتك؟ ولا أنت نسيت أصلك وكل ماضيك، نسيت المكان واللغة والدين، أنت ما فكرت ترجع أبدا؟ يا ترى الرجعة رغبة ولا هي حاجة يا إبراهيم؟ رح مر على ست الكلب الأول لأخذ الرضا. الكل يقطع الصوت. خلص حاجتكن ولدني بقى، اعتبارا من اليوم رح تبلشوا تتعلموا، وكل يوم رح تروحوا على المدرسة تدرسوا مشان تصيروا جواري فهمانين وحلوين وأخلاقكن عالية. إذا بتتعلموا كل شي بينقال وبتطبقوا منيح حسب الأصول، هالقصر رح يكون جنة بالنسبة إلكن، وإذا لا رح يكون جهنم وبئس المصير. إن شاء الله تكونوا فهمتوا علي. يلا صفوا بالدور. يلا برافو عليكم، حني راسك لتحت. إن شاء الله تكوني فهمتي الحكي. نزلي أكتر يا بنتي. فهمتي؟ أي فهمت تمام. ست الكل، جيت اكسب رضاك قبل ما بلش يومي. يا عمري انت يا سليمان، على طول انا عم ادعي لك روح الله يوفقك ويحميك ويديم عزك ومجد دولتك. هي دولتنا ومجدنا كلنا. ما قلت لي امتى رح تجي ناهد دوران وحفيدي مصطفى؟ اشتقت لهم كتير، انا امرتي جهزوا لهم جناحهم. صاروا على وصول. بدي خلص الخاتم. ما رح أتركك. معقول خاتمك الزمرد أهم مني؟ لا. إذا طولين لنوصل خلينا نوقف نلعب شوي. ما بقي كتير مصطفى، سفينتنا عم تستنانا، رح نرفع الأشرع على الكبيرة والهوا رح ياخدنا بسرعة على اسطنبول. أنا اشتقت لبابا كتير، واشتقت كتير لعم إبراهيم. إبراهيم عم يستنانا هنيك مو هيك؟ عم يستنين بابا، ستك السلطانة حفصة وعمتك السلطانة خديجة، كلهم بيكونوا عم يستنوك. طيب القصر يلي باسطنبول أكبر من قصرنا؟ مزبوط يا مصطفى، هو كبير كتير. قصر توكابي أكبر قصر بالدنيا ومليان كله ذهب وألماس ومجوهرات. هاد هو طابق المحظوظين. شو يعني؟ يعني إذا عجبتي للسلطان بتصيري فوق، ووقتها بتكون أمك داعيت لك. بس العاقلين ويلي بيفهموا هنن يلي بيمرقوا.
يلا قدامي سيليا، سليمان خان. يلا الكل يصف دستور. بسرعة 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 بسرعة، يلا صفوا. احنا روسكم حيوا. سلطان سليمان، درة سنبل. حاضر مولاي. خدوا هاي شوفوا شو بها. سندس تعال. مولاي القاعة طريقة من هون. أنا شو قلت لكم ما قلت لكم إحنا روسكم ولا تطلعوا لفوق أبداً؟ ما بيكفي إنك اطلعتي فيه ولفظتي اسمه للسلطان، لا فوق منه وقعتي بين إيديه كمان. أخ بالفعل أنت وحدة ما بتخجلي، مين أنت لحتى تلفزي اسم السلطان وتنادي له هيك سليمان حاف؟ ولك مين أنت حتى تدوخي على إيد السلطان يا قليلة الترباية؟ بس تخلص جولة السلطان بتشوفي عقوبتك. Как на лице очень привлекательная. Брикнулась. Сумасшедшая Алекс. Как ты потеряла сознание? Ведь что в каюте я как на потеряла сознание. Восставай. Султанна Сулейман جاي وجاي بالبرقلي معه. شلون بيخلي إبراهيم البرقلي يصير إيده اليمين يا بري باشا؟ أنت كوزير أعظم ليش ما قلت له ما بصير؟ أنت من حقك إنه تحكي. وقت اللي بتترفع لرتبتي يا باشا ابقى أنت قل له هالحكي. بعدين مو أنت كمان بتكون صهره؟ وأنت فرحات باشا ليش ما عم تحكي؟ استغفر الله يا بري باشا، فهمتنا غلط. تعال معي يا حسان، انت كنت صديق ابي العزيز وحافظ اسراره، بدي احكي معك على انفراد. الشاهين تبعك عالي كتير لفوق يا إبراهيم البرقلي ما هيك؟ وبعد ما كنت الشاهنجي صرت إيده اليمين للسلطان، وراح تحمل واحد من الأختام العثمانية الأربعة. هاي هي رغبة السلطان، وبتعرف نحن عبيد مأمورين، علينا التنفيذ وبس، مو هيك؟ وبيعرف يحكي كمان. برأيكم هيك ناس يوصلوا للحكم ولا رح ينقطع عليهم الطريق؟ اللي شلون مات؟
الحقيقة هو ما غاب عن الوعي أبداً، ضل صحيان، جهز حاله للموت وطلب مني ضل أقرأ له قرآن لآخر نفس بيتنفسه. إن شاء الله مسوى الجنة. سأل عني شيء؟ طول الوقت كان عم يهلوس باسمك يا مولاي. كان عم يجهز اسطول من 200 سفينة مشان حملة رودوس بقيادة جعفر آغا، وكان السلطان سليم عم بيقول ما رح نرتاح بالبحر المتوسط إذا ما أخذنا جزيرة رودوس بالكامل. وهو تصرفات الأميرال جعفر آغا كانت عاجبته؟ انتهاكاته للقانون كانت عم توصلني بالتفصيل، وأنا بمينيسا وبعرف الظلم اللي مارسوا على التجار المصريين واللي عملوا بالفلاحين الروم، وبتعرف شو ساوى بأهل تبريز. جاوبني يا حسان، معقول نحقق العدل ونحن عم نتغاضى عن هيك تصرفات؟ معقول نحن نحكم الناس من دون ضمير ووجدان؟ مزبوط، مو معقول يا مولاي. في عندك شي تاني بدك تقلي اياه؟ ليش بيكونوا طولوا هيك؟ شو عم يحكوا كل هالوقت؟ انتو يا مولانا بتعرفوا اكتر مني شو هو الشي الصح. ايه طبعا بعرف يا حسان، وبعرف شو لازم اعمل. 30 ذهب. يا أغا، هذا الشهر المصريين ما دفعوا كامل المبلغ المستحق، في نقص 30,000 قطعة، وقالوا لنا خدوا روحنا لأنه ما في شي نبيعه. روح لعندهم بسرعة وخليهم يكملوا النقص، وإذا ما رضيوا يدفعوا عاقبهم واحرق كل شيء، وبتخبر القاضي إنه التجار رفضوا يدفعوا يلي عليهم وحرقوا السوق. يلا رح نعلمكن اليوم طريقة الوقوف والانحناء. يلا الكل يقوم من محله بسرعة بسرعة بسرعة. يلا قوموا 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 بسرعة، شو لساتكن عم تستنوا؟ أيوة. وهلأ أول شي رح تساووه إنكن تمسكوا كفوفكن ببعضن، ممتاز، وبعدين بتنحنوا وبتخلوا ظهركن مستقيم لقدام. انحنوا 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 كمان بدون ما ترفعوا روسكن، رح اتفقدكن الكل ظهره مستقيم. انحني اكتر. ايوه ايوه الكل مستقيم شوي لسه، ممتاز. رح نشوف. يلا هلأ وحدة وحدة. يلا بنتي ضمي كفوفك لشوف، ممتاز. انحني 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 كمان شوي كمان شوي. ايه بنتي ايه لسه شوي، انحني انحني اكتر. يلا يا ترى شو هو اخر شي انا علمتك اياه اليوم؟ شو اخر شي تعلمتيه يا بنت؟ المحظورات. مو قلتلكن انه الشرود ممنوع يا بنت؟ ايه قلت. كتير منيح، لكان خلينا نكمل من عند المحظورات. هلأ المحظورات: صوت عالي ما في، اختلاس النظر ما في، حكي عن ناس ما في، عصيان اي اوامر ما في، رجال ما في. فهمتوا كل شيء؟ قول. وهدول شو عم يساووا هون؟ ايه بس هدول مسمح لهم لانهم مانن رجال. مانن رجال؟ هدول خدم الحرم لك، يعني
مخصيين. كأنكم صايرين عم تضحكوا كتير؟ ما بتنتركوا لحالكم منوب، دغري بتصيروا بتضحكوا. هلأ خياطين القصر عم يستنوكم بإيديهم مقصات، يلا تعوا معي لشوف الحقوني. بالأول حابب اسمع الدفتر دار. قل لي يا دفتر دار، الخزينة السلطانية شو وضعها هلأ؟ بفضل جهود المرحوم السلطان سليم، خزينة الإمبراطورية العثمانية مليانة يا مولاي، والقيود اليوم عنا بالخزينة هي 6,380,530 قطعة، والدخل السنوي 11 مليون قطعة ذهبية يا مولاي السلطان. خزينتنا المليانة بتدعمنا بتجهيز الجيش لمتابعة الحملات العسكرية. وزع 3,000 ذهبي للإنكشاريين من 5,000 تبع المكافأة، وال2,000 الباقيين بتوزع زيادة على الراتب. وهلأ تعرفوا ليش حطيت هالخريطة على الأرض؟ لأنه حبيت إنه نفرد العالم تحت رجلينا ونشوفه من فوق. نحنا ما رح نبقى إمبراطورية بلقانية وبس، خيولنا رح تزحف على كامل أوروبا، بلغراد، بودين، فيينا، روما، وسيوفنا رح تنغرز بنص قلب كل عدو بأوروبا، وعيوننا رح تضل على الشرق، حدودنا رح تتخطى بحيرة هازار. إن شاء الله وبعون الله وبقوتكم المطلقة رح يتحقق هالشي يا مولاي. الملك إسماعيل مانو خصمي، أنا خصمي شاركان وفرانسوا وهنري تودور والزعماء اللي قاعدين بالفاتيكان. هدفنا الأول رودوس. البحر الأبيض رح يصير بحيرة عثمانية، ما حدا رح يقدر يفتح فيه شراع أو يرفع علم بدون علمنا. نحن رح نكون الرياح والأعاصير والصواعق. كرسيفيات يا فوشكا إتو إنوتش نستعلا سان جويس سلطانة. أني زاني ما نزلوا بوفيو ده. الروسي ممنوع هون، احكوا بالعربي. يلا يا بنات خلص وقت الأكل. شو عجبك السلطان؟ كان لطيف معي؟ شو صار في ولا؟ شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك شي مثل الحلم، عن جد بجنن. إن شاء الله يكون صار في ولد. طول الليل عم بدعي إني صير حامل. إيه؟ هو السلطان عنده زوجة كتير حلوة وعنده ولد منها اسمه مصطفى، وهي اسمها ناهد دوران. وزوجته موجودة بالقصر؟ أكيد رح تجي من مانيسة عن قريب. يلا عائشة. تأمرونا بشي يا مولاي؟ أنا راح أشتغل شوي يا إبراهيم، فيك تروح. بكرة أول اجتماع وزاري لألكن، والكل راح يكون متحمس للقرارات اللي راح تتخذوها. برأيك العالم راح يكون جاهز لقراراتي؟
والعثمانيين رح يكونوا جاهزين؟ نظرات السلطان سليمان مثل نظرات أبوه، تقول كأنه فهد عم يتطلع فيك. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بعون الله تعالى رح نبدأ الاجتماع الوزاري للسلطنة العثمانية. هذا العرش وهذا الحكم ليسوا أقوى من أحكام الله وحدوده. القرآن الكريم يأمرنا بالعدالة والعمل بالحسنى، وعدالة العثمانيين وعدالة السلطان سليمان سوف تكون حسب القرآن. بالنسبة للعائلات المصرية التي تهجرت بالقوة وتشردت هي وأبناؤها وعانت الأمرين من هذا الشيء، نحن أخذنا قرار بالسماح لهم بالعودة متى شاءوا. يعودون مكرمين والكل سيحصل على حقه، كما سمحنا لتجار إيران وتبريز بالتجارة بالحرير. والخسائر التي تكبدتها الناس سوف تعوض، وأي شخص تجرأ وأذى وعذب الناس سوف يحاكم ويؤخذ القصاص العادل منه الذي يقرره الشرع والقرآن. والقرآن ينهينا عن العمل بالمنكر ويحثنا على العمل بالمعروف ويأمرنا برفع الظلم عن الناس. ولأجل ذلك كل شخص أذى المصريين واستولى على أموال وأملاك الناس بالقوة وأراق الدم وأكل حرام سيعاقب كعقوبة قائد البحرية جعفر، الذي سيحاكم بأقرب وقت على كل ما اقترفته يداه. مولاي الرحمة يا مولاي الرحمة، أنا بريء يا مولاي، رأف بحالي، هالشي كله افتراء يا مولاي. الرحمة مولاي الرحمة، بترجاك ترحمني، أنا ما غلطت يا مولاي. مولاي أنا بريء، أنا بريء، مشان الله يا مولاي، مشان الله يا مولاي، أنا عبدك المطيع، أنا بريء. كون ساعدني يا برقلي، ساعدني والله رح صير عبدك، ساعدني الله يخليك. لازم تتحمل نتيجة اللي سويته يا جعفر آغا، لا تبكي وارفع راسك ولا تترجى، هاي عدالة السلطان سليمان وما حدا بيقدر يغيرها. كله كذب افتراء، أنا بريء يا برقلي، بريء بريء بريء. رح تكون مهمتك هي تعليم البنات بالحرم لك يا درة. شو صار بنت الكرم المجنونة؟ اللي عم تتجاوب معك؟ البنت طايشة بس عم تتعلم بسرعة، ذكية وفهمانة. ما بيهمني ذكاها، بيهمني تكون مرباية درة، لا تعطوها وش أبدا. ممكن جمالها يشفع لها. الجمال ما بيدوم يا خديجة، البنات الحلوين كتار، المهم البنت تكون مرباية وبتفهم شو يعني احترام. خير يا سنبول. مولاتي السلطانة، فخامة السلطان سليمان اتخذ قرار وعممه على الجميع، بده يقطع راس الأميرال جعفر آغا. ابني حكيم وقراراته رح تكون حكيمة، وهو بيعرف شغله منيح، أنا بوثق فيه. سنبول، بدي منك تجهز لي المسا سفرة مرتبة لفخامة السلطان، وما بدي شي يكون ناقص، وجهزوا له أجمل الجواري لهالسهرة، سهرة رقص وغنى. خد إبراهيم معك لتختاروا الجواري، اختاروا الحلوين بس. الهندي قرب لهون يا حباب،
الكل يسمعني، السلطان سليمان صرف لنا مكافأة 3000 ذهبية، هلأ فيكن تروحوا تستلموها، وكمان 2000 ذهبية زيادة على الراتب. عاش السلطان! عاش السلطان! عاش السلطان! عاش السلطان! عاش السلطان! عاش السلطان سليمان! والله روحنا طلعت من البيع بالدين. الحمد لله، الحمد لله يا رب. اوه صباح الخير شكري آغا، تفضل، نورت والله. جيبوا لي العصير والفطاير. يلا بسرعة جيب عصير وفطاير. وانتوا يلا روحوا شوفوا البرغل والرز بسرعة. آغا هدول اجوا اليوم الصبح وقلت لك اياهم. عم تكذب، هدول صار لهم 3 ايام، عرفت من الدم اللي على رقبتهم. لا وما بيكفي انك عم تكذب، كمان قايم السودا ومخبيها. روح جيب السودا وتعال كوب. حاضر آغا. يلا. السلطان طلعت قراراته أصعب من قرارات أبوه. أول ما بدي براس جعفر آغا يلي بعده راس مين يا ترى؟ يعني أنت ما كنت بتعرف بقراره هاد؟ أبداً، وقت يلي طلبني سألني عن أبوه استفسر مني عن أكتر من شغلة، وسألني إذا أبوه تعذب بموته. سألك عنه؟ يعني ما سألك عن شي تاني؟ ما سألني عن شي تاني. بهي الطريقة بتمسكوا الإبري اطلعوا، تمسكوه من إدنه بحركة لطيفة وبتحنوا ركبكن على أقل من مهلكن. تمام، طبعاً بإيديكن الاثنين بكل هدوء وشوي شوي بتنحني. تمام، جربي أنتي بكل هدوء، الأصابع مضمومة. بس يا بنات. مين هاي؟ هاي من الكرم المجنونة ألكساندرا. من الكرم؟ من روسيا، بنته للبابا تبع الأرثوذكس. إيديكي على الإبريق شوي بس، الأصابع مضمومة. أرثوذكس ما؟ أرثوذكس، عصابات التتر هنن يلي خطفوها، باعوها لقصر الكرم ومن هنيك جبناها. لو تشوف كيف كانت أول ما إجيت، قليلة أدب كتير وما أنا مرباية، بس هلأ عم تتحسن لأنه عم ربيها على إيدي أنا. ايه جهز لي اياها لنشوف تربايتها. الكسندرا؟ ايه واللي جنبها هديك القصيرة؟ ايه هاي اللي دايرة ظهرها إلنا وما عم تطلع فينا ابدا. ايه هاي التانية رفيقتها. يا مهرج تعال اشرب لك شيء قبل ما تنكسر ايدك كمان. تعال 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 هون، تعال حدي. سلامتك، شو صاير لك؟ ما في شي، وقعت بس هدول عم يتسلوا فيني ضايقوني. شو طمني شلون الوضع فوق؟ كويس. ليك شف لي هاي، الأسطول وصل على المضيق وعربيات المدافع طلعت على الطريق من قصر البرونو، عم بيستنوا السلطان سليمان ليطلع بحملة جديدة، والانكشاريين عم يجتمعوا بساحة اللحمة هون. جيبوا للمهرج شي يشربوا. لك كتر خيرك، يسلموا ايديك، عم بتعذب حالك. بس هدول بيفيدونا بشي؟ رح ساوي سليمانية ورح اسجل كل شي عم بيصير بهالبلد يوم بيوم. السلاطين بتروح وانا بروح، بس هدول بيبقوا للتاريخ. فهمت علي شكري آغا؟ اخر اخبار السلطان سليمان للرعية. السلطان سليمان وبعد المشاورات امر بقطع راس جعفر آغا. جعفر آغا سوف يعدم اليوم، وايضا عفى عن كل التجار المصريين وسمح ايضا بتجارة الحرير. يعيش يعيش فخامة السلطان. يعيش يعيش فخامة السلطان. ماما هذا القصر كتير كتير كبير، هذا القصر كلياته إلي ما؟ ايه حبيبي كله إلك، هذا القصر تبعنا. بس هالقصر كبير، أنا بضيع فيه. إذا ضعت شلون بلاقيكي؟ أنا رح ضل على طول جنبك يا حبيبي، لا تخاف. يلا نفوت، ستك بتكون ناطرتنا. أمرت السلطان الأم بتجهيز حفلة كبيرة على العشاء لفخامة السلطان، ورحنا أنا وسنبول اخترنا لك جاريات من كرم ليسلوا فخامتك.
بيناتن الروسية ألكساندرا اللي شافتك وأغمي عليها هداك اليوم. بس ما تكون أنت حكيت مع الجارية. لا معقول يعمل هيك؟ بس سنبول حكالي كيف جابوها من الكيرم. من الكيرم؟ مولاي وصل الأمير مصطفى وهو هلأ بجناح السلطان الأم. الحمد لله على سلامته. هلأ وصل ابني، بعدين منحكي بيرقلي. مصطفى حبيبي لو تعرف شو مشتاقت لك يا قلبي. يا عمري أنت مصطفى، وأنت ما اشتقت لي؟ بلا كتير. بابا وينه؟ بدي شوفه هلأ هلأ. بتشوفه بعدين حبيبي، بابا مشغول كتير هلأ. مو هيك عمته خديجة؟ ايه يا مصطفى، انا بأمركم تاخدوني فورا لشوفه. هذا القصر كله لإلي والكل لازم يسمع كلمتي. شو هالحكي اللي عم بيقوله ابنك؟ هذا الكلام بتعلميه لطفل عمره 5 سنين؟ شو هالجرأة؟ عفوا بعتذر منك جلالتك. تعال هون مصطفى، تعال. هالقصر ماله إلا مالك واحد وهو حضرة السلطان سليمان خان. يلا عيدة وراي. السلطان سليمان خان حضرة تيتي. ما بدي اسمع هالحكي مرة تانية. يلا هلأ روح العب برا، خدوا الولد لشوف. هو حكاها بشكل عفوي وما كان قصده شي جلالتك، أرجوكي سامحيني. الأمير مو هيك بيتربى أبداً يا ناهد، مرت السلطان لازم تكون حكيمة. هدول بنات اجدار. شوفي لبسها شو مبهدل. شوفي لبس هدول البنات شو حلو وتقيل، ولابسين مجوهرات كمان. جد كتير حلو نيالهم. هدول البنات المدللين بالقصر بيناموا بفيقوا على ريش نعام. إما كتير حلوين. وللأسف نحنا طلعي على حالتنا، ما بتعرفي بجوز نحن نصير مثلهم. وصلوا اليوم على القصر مرت السلطان وابنها. السلطانة ناهد دوران حلوة كتير. وأنا شو بيهمني، إن شاء الله كلياتهم بيموتوا. لا تقولي هيك ألكساندرا، هالحكي ما بيصير هون. ليكن إشو إن شاء الله ما يكونوا سمعوا شي من اللي حكيتي أنتي وكمان أنتي. ماريا، ألكساندرا، امشوا معي فوراً. ليش نحنا؟ شو عملنا لتاخدونا وتجازونا؟ يلا قدامي. هاي الليلة عندكم شغل كتير، رح ترقصوا للسلطان سليمان. أكيد بتعرفوا ترقصوا وتغنوا مو هيك؟ اطلعوا، الرقص كتير سهل، تتحركوا بكل سلاسة وانسياب وعفوية. خلي كل قطعة تتحرك بجسمك والأهم الإيدين. يلا قدامي انتي وياها، يلا. مصطفى. بابا. ابني حبيبي. يا عمري حبيبي اشتقت لك. انا كمان اشتقت لك مصطفى. الحمد لله على السلامة، اشتقت لكم. ونحن اشتقنا لكم مولانا. بابا ابراهيم وينه؟ انا بدي اشوفه. مو هلا حبيبي، هلا انتوا اكيد تعبانين من السفر، روح مع امك ارتاحوا بعدين بنحكي. كوثر، مصطفى صار لازم ينام. عم ابراهيم جاي هلا هو وبابا، انا ما بدي نام. وطي صوتك مصطفى، راسي عم يوجعني. شو كوثر ما سمعتي؟ يلا مصطفى. انا بامرك تتركيني هلا. امرك يا امير، مثل ما بدك يا باشا. حبيبي اهلا وسهلا. مصطفى كبران ما شاء الله. بدك ساعدك بأي شيء؟ لا
بلا ما تنكسر بإيدك تركيا غالي. إذا بتحبي ببعت ورا كم جارية لحتى يساعدوكي بترتيب أغراضك. ما في لزوم. هاي الليلة رح تقضيها لحالك. نحن عم نحضر حفلة فخمة للسلطان، فيها موسيقى ورقص وكل شيء. اليوم قلتي؟ هي فكرته؟ السلطانة الأم هي اللي أمرت بهالشي، شو ما عرفتي؟ يا بنات شو قاعدين عم تساووا؟ تعي خدي هدول من ايدي، يلا بسرعه تحركي. بما انه ما بدك مني شيء فخليني روح. تصبحي على خير. جناحك ريحته حلوة كتير. في شي يا ناهي الدوران؟ اطلعوا وتركونا لحالنا شوي. حكي لي، هاتي لشوف. السلطان الليلة في عنده حفلة. ما لازم هاي الليلة تكون إلي؟ هذا الشيء هو اللي بيقرره. انتي بتضلي ام الامير واكتر وحده بحبها السلطان. في الف وحده بتتمنى تاخد مكانك وتصير سلطانه. لا تتدللي مثل البنات الصغار والا رح تنهز مكانتك بهالقصر. لهيك حطي عقلك براسك وقعدي بجناحك مثل اي سلطانه متزنه. مو قصدي زعلك مني، عفو جلالتك. ما بتزعلني هيك شغلات صغيره بنتي.
بدي اياكي تنامي منيح، بكره يوم حلو. منديل السلطان حلو كتير، انتبهي عليه منيح ولا تضيعيه، لأنه بكرة المساء بفضل هذا المنديل رح تنفتح لك بواب السلطان. ما فهمت ليش، شو في بكرة المساء؟ احكي لها فريال. السلطان حيكون بانتظارك، في خلوة بكرة المساء. خلوة؟ رح تقضي ليلة مع السلطان. لا تتغابي، مفكرة ما شفتك كيف كنتي عم ترقصي لحتى تلفتي له نظره؟ بلا العيب الجارية المسكينة ألكساندرا. ألكساندرا، السلطان انسحر بحركاتك ورأسك، والله أنت مو سهلة أبدا. هذا حسد ولا غيرة؟ من يلحق الأذى بالأسطول ويقوم بالإبادة الجماعية ويقتل أصحاب الأراضي ويأخذ مالهم، ومن يتجرع على خيانة الدولة العليا هو شخص ليس من أشراف الجيش العثماني أبداً، ووفقاً للقانون تتم محاسبته على جرمه، وبناءً على ذلك قررنا إعدام جعفر باشا، والقرار سوف ينفذ بأسرع وقت. معناها السلطان انبسط كتير بالحفلة. إيه، وعطى ألكساندرا المنديل البنفسجي. البنت رقصت رقص وهزت هز مو معقول، عن جد فاجأتني. أتاري مخبية مواهبة. بما أنه المنديل البنفسجي طلع من نصيبة، علموها ولا تقصروا معها، جهزوها منيح لهالليلة وما بدي مشاكل. أنتي ألكساندرا؟ إيه أنا، على الحمام؟ لا الحمام بعدين، هلأ في عنا شغل. تعي معي.
جاهزين بوستانجي باشا؟ ايه جاهزين. الجلاد كارم عم ينتظر الامر للتنفيذ بعد اذن السلطان سليمان. هذا اللي كان ناقصنا، رسول الفنديك. اتأخرت ورحت عليك هالتراجيديا. يلا لمي هدول وحطيهم بالصندوق. يلا شبك عم تطلعي فيني؟ متأكدة؟ إذا ما عجبك منجيب لك شغل على كيفك. حطيهم منيح يا ألكساندرا. يلا امشي قدامك. هاي المرة مين؟ هاي مرت السلطان سليمان، السلطانة ناهي الدوران. أخذتوا منه السلاح؟ رسول جمهورية الفنديك توماسو موشونيغو. كونغاتريانو، باسم الدوق وباسم جمهورية الفنديك أهنئ السلطان سليمان السلطان العاشر سلطان الدولة العثمانية. نتمنى أنه تستمر العلاقات بين البلدين كما في الماضي، وأن تكون العلاقات احترام متبادل. مولاي السلطان، يا ترى رح تقبل هالأماني؟ كل أمنية ما بتحمل العداوة والفتنة فهي مقبولة، طبعا بشرط يلتزموا بعودهم ويحترموا عدالة دولتنا، وإلا
السلطانو جينيغراسيا يوفو ستانتيوري دورانتو كويت سيبيريو ديباشي. نحن ممنونينك لهالقبول. شارتيكو اي سلطانو سليمانو اتيتسو ميلوريني بابا لانكي دي انتيتاليو مولتي بوكي فينيسيا منينكا سيبوري منسي سيسيال لانوتري سيسي جوسيليسيا. Ho capito, ma come mai li parla cose belle l'ansqua? Alla mia madre legua, mia madre venisia. سألوا يا برغلي شارك لين فرانسوا امتى راح يبلشوا الحرب ومين راح يعلن حاله انه هو القيصر والفنديك راح تكون بجنب مين؟ كادرين اي سياري. السلطان ما لازم يحكي مع رسول من دون وسيط، هذا ما بيجوز ابدا. سي دي كينزيا كولاريتي سارا فينيسيا ديو دي تشايس لا كويستا غوارا دي مو. عم بيقول معاذ الله يكون في هيك حرب ونضطر نوقف مع او ضد حدا من الطرفين يا مولاي. شيركلين بده يكون امبراطور روما المقدسه، وطبعا بيتمنى اليوم قبل بكره يبلش هي الحرب. ما راح يكون في حملات صليبيه لانه الدرس اللي اعطيناهم اياه كان قاسي. كالي كوينتو ولي اسري الامبراطوري. ابراهيم شو له شغل بهذا المجلس؟ كيف بيتدخل بالحديث؟ فعلا قليل ادب. شو هالوقاحه اللي عنده؟ هي الوقاحة اللي عنده من وراء السلطان. طبعا الصليبيين رح يتقتلوا بين بعضهم، وانتو الممالك الصغيرة ما رح تقدروا تتحدوا إيطاليا وراح يبلعوكم. قوتكم الحقيقية بفينديك، ونابولي وفلورنسا متراجعة. تجارة ما بتحمي الحكم أبدا. بدكم جيش قوي لتكون تجارتكم قوية. نوي سابيانو بيني كوانتا فورتيسيس سلطان. نحن منعرف منيح هو جيشكم فخامة السلطان، ومنعرف أن العثمانيين هن أسياد التجارة بكل أرجاء الشرق، بالإضافة إلى أنه طريق الحرير والبهارات بتمر من أراضيكم. طيب تجارة الغرب اللي جاي عبر البحر رح تمرق بأراضينا، والبحر الأبيض المتوسط رح يكون تحت مسؤوليتنا. وين كنتي؟ كنت عند مرته للسلطان. أنت جنيتي أليكس، والله بيموتوكي، ليش لا تروحي لعندها؟ رحت قلت لها تطلعي فيني منيح، انسي انك مرته للسلطان سليمان، ومن اليوم ما رح كون خليلته لليلة، بالعكس رح كون لألف ليلة وليلة، والسلطان سليمان رح ساوي خاتم بإصبعي. انتي انتهيتي أليكس؟ بكرة إذا عرفوا والله رح يرموكي بالبحر. لك انتي شو مفكرة حالك؟ شو هالجنان هاد؟ كيف بتساوي هيك؟ هي طلبت تشوفني. شو بكي؟ شو بكي خفتي؟ وليش ما خاف ألكساندرا؟ أنت عن جد وحدة مجنونة وما فيك ليش لهلأ ما رحتي على الحمام يا ألكساندرا؟ رح يصير المسا ولسه لهلأ ما جهزتي روحي. يلا يا بنات كل وحدة على شغلة. ليش يا عمي؟ شالات من الحرير الهندي، قرب وتفرج، اتفرج ببلاش. قربوا لهون، قربوا. ديو ريسبونتي لكونسوا جوشوا لويزر اور فور مارسيون لبيش السور ماركاتو ديرو براكاتو اور بورتو. هي فيديامو كوزا بيرسوناليتي دي ارتيتش سلطانو. لو شفت جعفر آغا وقت اللي أخدوه ليقطعوا له راسه، حالته بتصعب على الكافي، ما كان له حيل يمشي، منتهي على الآخر. ايه كل واحد فينا بيحصد نتيجة يلي زرعه، هاي العدالة الإلهية. لا أمان العدالة الإلهية، قول عدالة السلطان سليمان. طلع كيف بس استلم الحكم طير له راسه لجعفر. ايه والله معك حق. رسول الفنديك وصل وقته وكان حيموت من الخوف. سينيور موشونيغو تفضل خلينا نشربك شي. شكرا مهرج ناسوها فندي، عندي شغل مع جوشوا أفندي. بالإذن. طبعاً 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 لازم تروح لعنده، لأنه المال بجر المال. مين نحن قدام الصراف اليهودي؟ ها شرفتنا يا مسيو توماسو، شو فيني أخدمك؟ مرحبا سينيور جوشوا، كيف الشغل؟ كيف السوق؟ ما شاء الله ما شاء الله، منيح كتير. بعد ما أجى السلطان الجديد الحمد لله صار في بالسوق رزقة كبيرة، والخيرات عم بتهل علينا. الله يخلي لنا السلطان سليمان. ألكساندرا قالت رح تكون خليلته لألف ليلة وليلة وتخليه خاتم بإصبعي يا درة؟ إيه هيك قالت يا مولاتي.
سمعت هالحكي بإذني. طيب فيك تروحي أنتي، وخلي لي عيونك على هالمتمردة. أنا بعرف شلون ربيها. ناديلي لناحي الدورة. بودوا انتروا سنتياتو بريتيا انوشكا بروشكا ديدي تريسي بول. وافق السلطان سليمان على ان يراني، وكانت مقابله جيده. هو شاب وسيم وله عينان ثاقبتان توحيان بالحزم والقوه، يختلف بهدوئه وثقته بنفسه عن والده القاسي ذو المزاج العصبي. قساماته النبيلة تدل على نسبه العريق. صحيح أنه استلم الحكم منذ فترة قصيرة، ولكنه اتخذ قرارات جريئة ونفذها، واستطاع كسب محبة الناس. ولكن هناك شيء غريب، أنه يتعقب عالمنا عن كثب. وقد قال بخصوص علاقة فرنسا وشركلين ما يلي: سوف تنشب الحرب بين الطرفين، ونحن من سيمتلك البحر الأبيض. مشروبك مولاي السلطان. يمكن هالليلة يتغير قدرك، والمفروض تتصرفي بإخلاص وتفاني مع مولاي السلطان. لبرا
استني. We'll be right back.